فحب طلب العلم كان يسري في منذ أن وطئت قدماي المدرسة الابتدائية، حيث توجت بحصولي على معدل 10 من 10 في شهادة التعليم الابتدائي، ثم معدل 19.38 في شهادة التعليم المتوسط، ليكون ثمرة النجاح والتفوق والاجتهاد والإصرار هو حصولي على هذا المعدل المرتبة الأولى ولائيا في شهادة البكالوريا. أهدي هذا النجاح إلى بلديتنا حبيبة عين الخضراء، إلى ثانويتنا العريقة ثانوية عبد الرحمن بن عوف، إلى نفسي على إصراري، إلى أهلي ووالدي الكريمين على مساندتهم، إلى أساتذتي الأفاضل على حرصهم، وحسب ميولي وشغفي أود الدخول إلى كلية الطب ثم التفوق والتميز والدخول إلى تخصص جراحة إن شاء الله. حيث اجتازت مرحلة التعليم الابتدائي في سنة 2015 بمعدل 10 من 10، ثم انتقلت إلى متوسطة سعد بن أبي وقاص، أتمت 4 سنوات وتحصلت على المرتبة الأولى ولائيا بمعدل 19.36. أكيد أكيد والحمد لله رب العالمين، كل فرحة وكل عائلة، ونتمنى إن شاء الله أن تعم الأفراح كل بيوت المسلمين، كل بيوت الجيران وكل بيوت الآخرين إن شاء الله. الحمد لله شعور بالفرح، رانا فرحانين الحمد لله يا ربي، والحمد لله خلاص الحمد لله الحمد لله. هذا بفضل رب العالمين وبفضل مجهوداتها الخاصة، ونشكركم وبارك الله فيكم. كانت فرحة عارمة وكأنها ابنتنا، نشكرها أولا على حصولها على المرتبة الأولى وتشريفها لبلدية عين الخضراء خاصة، ثم نشكرها أيضا ونشكر الأب والأم اللي ساعدوها على حصولها أو في تتويجها المرتبة الأولى ولائيا، ومن هذا الباب أيضا نشكر الطاقم التربوي والإداري لمؤسسة ثانوية عبد الرحمن بن عوف على ما بذلوه خلال هذا العام.